ونقول قصة سيدنا موسى. أنا هحكي لكم القصة بسن 3 سنوات وشوفوا طريقتي، وانتي أبدعي يعني، مش شرط تعملي زيي بس أبدعي، خدي واحكي زي ما أنا بقول. ودايما بقول الأسلوب الحكواتي، لو عندنا أطفال منين ما بحكيها في أي مؤتمر أي محاضرة أي درس بره، والأطفال إيه مش عايزة أقول لكم بقى، بنبقى مثلا في مساجد عشان الأطفال بيبقوا بيجروا كده وبيعيطوا، ساعة ما ابتدي أحكي كله بيجي. ليه؟ من الأسلوب، وتعلمي أسلوب الحكواتي ده. النقطة التانية هحكيها طبعا على سن 10 سنين ونشوف إزاي الفرق ما بين الاتنين. يلا بسم الله بسم الله بسم الله، نحكي قصة سيدنا موسى كليم الله. كان يا مكان يا أولادي يا جمال يا أبطال، كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي العدنان يبلغنا عن رب العزة الله سبحانه وتعالى عن قصة سيدنا موسى. سيدنا موسى اسمه موسى ابن عمران وناصر لحد دلاوي لحد سيدنا يعقوب، يعني في نسبه لاوي ونسبه الثاني ابوه يعقوب. ينفع اقول ده ينفع اقول ده وينفع ما اقولش. طيب اكمل. كان في ملك شرير، الملك الشرير دوت اسمه ايه؟ اسمه فرعون. كان بيعمل ايه؟ كان عاوز يموت الحيل الصغيره الصغيره الصغيره. وبعدين جه اللي حصل، جت ام سيدنا موسى خافت عليه، قامت جايه حطته فين؟ حطته في الصندوق، والصندوق فضل ماشي 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 في البحر لحد ما راح عند بيت مين؟ بيت الملك الشرير فرعون. مين اللي شاف الصندوق؟ زوجة فرعون. قالت له ايه ده؟ ايه ده؟ وروني ايه اللي في الصندوق ده؟ فتحت كده لقت مين؟ لقت سيدنا موسى وهو لسه صغير نون في الصندوق. راحت قالت ايه؟ الله ايه الجمال ده؟ فرحت بيه. قالت خلاص انا اخده اربيه. راح فرعون الشرير قال لا انا لازم اموت الولد ده، ده من بني اسرائيل. لازم احمد يضحك علي، لازم اموت الولد ده من بني اسرائيل، انا لازم اموته. قالت له لا انا هاخده اربيه. خدته، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. خلاص خدته وربطه. فلما كبر ربنا أوحى إليه، قال له يلا روح قول للناس إيه يا موسى؟ قول لهم صلوا 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 صلوا. أنا بعمل إيه؟ أنا بقول إن في مرحلة اسمها صلوا 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 صلوا، اعبدوا الله الله الله، صلوا صلوا صلوا. ففرعون قال لا أنا مش هصلي أنا ربنا، ده مش فاهم حاجة خالص. الله فين؟ الله في السماء. وما تيجي دروس العقيدة هشرح لك القصة بتاعت أين الله؟ الله في السماء. طيب وبعدين فقال لا أنا مش هصلي ومش هخلي بني إسرائيل يسمعوا كلامك يا موسى، وأنا كمان أنا ربكم الأعلى. هو ده مش عارف حاجة فرعون ده الشرير ده، ده ربنا مش هو ربنا، ده هو بيكذب مش عارف حاجة، كذاب أصلا، هو كافر عشان مات كافر وما أمنش بسيدنا موسى. فقال بني إسرائيل قالوا يا موسى إحنا ماشي هنؤمن بربنا بس إحنا خايفين من فرعون، نعمل إيه نعمل إيه؟ فقام جاي سيدنا موسى قال لهم يلا نمشي بالليل. ونمشي فين بالليل؟ فجم مشوا مشوا مشوا، كنت المفروض اعمل لكم شويه ناس بس ما عملتهمش، مشوا مشوا في البحر في البحر لحد ما عدوا البحر. فقالوا خلاص ده فرعون ورانا والبحر قدامنا. قال كلا ان معي ربي سيهدين. واقرا القران بالايات صح، ما بقولش بالصوت الحكواتي الايات، تمام؟ اقولها بالصوت الصح. فلما مشوا 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 فرعون قال خلاص ده بيمشوا والبحر خلاص اتفلق لهم، ومشوا في الارض لان بقى في ارض وخلاص اهي الارض اهيت، ومشوا تعالوا احنا كمان. اللي حصل اول ما جم جنود فرعون ويمشوا ام جاي خلاص خلاص بقى البحر عليهم وغرقهم، وغرق فرعون وغرقوا الجنود عشان كانوا ظلمة جدا جدا، وحشين وحشين وظلمة. ولما ماتوا جه فرعون قال خلاص خلاص انا هامن دلوقتي بالذي امنت به بنو اسرائيل، وغرق فرعون. وربنا قال اليوم ننجيك ليه؟ ببدنك.
النهارده عشان تكون ايه للناس تشوفك. ويقال ان فرعون ده هو رمسيس الثاني اللي كان في مصر اللي هو فرعون مصر. وبعدين الحمد لله يا رب الحمد لله سيدنا موسى وبني اسرائيل المؤمنين منهم طلعوا بقى فين؟ طلعوا على الشط الثاني وبقوا يعبدوا ربنا والحمد لله. خلاص ربنا خلصهم من اللي فرعون الظالم اللي كان بيعملوا فيهم ويعذبهم يعذبهم يعذبهم والحمد لله بقوا مؤمنين. ده الجزء الاول اللي هتحكيه لاطفال كام؟ 3 سنين. سامعه معايا؟ انا بقول لك ايه، صحي كده وخليكي فايقه معايا النهارده. ده الجزء الاولاني. طيب الجزء الثاني اللي هحكيه لسن 10 سنين، هحكي قصة سيدنا موسى يا أولادي كليم الله، واشرح يعني إيه كليم الله. وده أول معنى تربوي أطلع بيه. كليم الله يعني إيه؟ يعني إن سيدنا موسى كلم ربنا، ولما قال له ربنا أريني أنظر إليك، ده سيدنا إبراهيم قال ربني أنظر إليك. سيدنا موسى لما طلب من ربنا شو قال له؟ شوف للجبل، لو فضل مكانه خلاص هتراني. وبعدين لما بص لقى خلاص إن هم إيه، فجعله دكة وخر موسى صعقا ما استحملش. لكن كان بيسمع ربنا وربنا بيكلمه بالوادي المقدس طوى. فكان ربنا بيكلم سيدنا موسى فسمي كليم الله. ليه؟ لأنه خد الشرف ده. أقول لكم حتة جميلة بقى يا أولادي يلي عندك السنة هو يلا سنة رابعة ابتدائي 10 سنين. أقول لكم لما رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء السابعة في الإسراء والمعراج، وربنا فرض الصلاة فوق بعد سدرة المنتهى ففرض 50، فنزل الرسول عليه السلام أول سماء قابل مين؟ سيدنا موسى. قال له ماذا فرض ربك يا محمد؟ قال فرض على قومي 50. قال لا يتقون، اذهب فاسأل ربك التخفيف. ويرجع تاني خففهم لخمسة، كام؟ 45. اذهب فاسأل ربك التخفيف. ما هو عارف بقى، عارف القوم واللي عناه مع بني إسرائيل عذبوه عذبوا سيدنا موسى. هنحكي الآيات عملوا فيه ايه. ورجع تاني ورجع تاني لحد ما قال الله سبحانه وتعالى هم 5 بثواب 50. يقال في تفسير العلماء على ان سيدنا موسى كان بيودي، احنا بنقول كليم الله لسه يجي سيدنا محمد بيقول لك لأنه كان كليم الله فيعلم جيدا سيدنا موسى مدى حلاوة الإيمان ولذة أن العبد يكلم ربنا. فكان النبي حديث عهد من كلام الله سبحانه وتعالى، فكان حابب أنه ياخد الإيه ويبص ويفتكر لأنه كان كليم الله، فيفتكر ويشوف لذة الإيمان ولذة كلام النبي صلى عليه مع الله سبحانه وتعالى. يبقى سيدنا موسى كليم الله، اسمه سيدنا موسى بن عمران، يصل نسبه إلى لاوي إلى سيدنا يعقوب عليه السلام. طيب نحكي بعد كده إن كان الملك فرعون الشرير كان بيذبح الرجال ويستحي النساء، يستحي النساء يعني يبقيهم أحياء. ليه؟ لأنه شاف رؤية إن في نار جاية من بيوت بني إسرائيل تحرق الملك. وسبحان الله لما جت المقولة اللي هي كانت من أيام سيدنا إبراهيم لما الملك الظالم في مصر، ربنا سيدنا إبراهيم دي مقولة من مقولات إنه قال إن هيأتي حد من بني إسرائيل يشيل ملك الفراعنة كله. فلما توافقت الرؤية بتاعت فرعون مع الكلام بتاع بقى القدماء يقول لك اللي كان جاي من الزمن البعيد من زمن سيدنا إبراهيم، خاف فرعون وقال هيجي ولد من بني إسرائيل يشيل الملك بتاعه يهلك. فأمر بذبح الصبيان لحد ما القوم شاروا عليه قالوا انت بتذبح ذكور من بني إسرائيل، مين اللي هيخدمنا وفين العبيد؟ فكان يذبح الرجال ويستبق النساء، يستحي النساء يعني معنى ان هو يبقيهم احياء. فما شروا عليه كده قال خلاص سنه ابح الذكور وسنه ابح الايه وسنه اسيبهم عشان يطلعوا عبيد ويخدمونا. وكان يجيب القابلات اللي هي الدايه اللي بتولد النساء، تشوفي كل واحده ولدت ذكر تجيبيه في السنه اللي انا قلت عليها ويذبحوا. ام سيدنا موسى حملت فيه في السنه وعرفت انها تولد في السنه اللي ايه اللي بينذبح فيه، فضلت خبت حملها وخافت. وكانوا بيقولوا بيجوا الجنود يعسعسوا كده بالليل ويشوفوا مين اللي كانت تربطه كده وتحط لهم، كانوا جنب النهر تحطوا، دي مقولة من المقولات، بحبل كده وبعيد وتغطي الحبل عشان لو يجوا ما يشوفوش حاجة وبعدين تجروا تاني. فلما خافت عليه أوحينا إليه أن أرضعيه أول حاجة، عشان كده كانت بشرة
رضاعة الأم لابنها تطمئن الأم، وطبعا هي يا مكرمة وقربة ويعني وتربية للطفل، لكن إيه للأم؟ طمأنة للأم، أن أرضعيه، إن خفت عليه أرضعيه، وبعدين ألقيه فين؟ في اليم، وبعدين اليم ده هيلقيه في الساحل يلتقطه بقى عدو ليه وعدو له، هياخده كده. فعملت كده وجابت بقى الايه، جابت التابوت وحطت فيه سيدنا مين، وحطت فيه سيدنا موسى وهو رضيع، طبعا صعب على قلب الام، حتى كانت الايه بتقول اصبح ايه فؤاد ايه، اصبح فؤاد امي موسى فارغا ان كانت لتبدي، لا تبدي مش قادره هي، خلاص مش قادره وفؤادها خلاص بقى مش قادر، فحطته ومشي. والله سبحانه وتعالى حفظ سيدنا موسى في يعني موج البحار وظلمة الليل، فقالت لأخته قصيه يعني شوفيه كده وبص عليه كده عن جنبه وامشي كده جنبه كده ومشي، لحد ما وقف عند بيت فرعون وخدته زوجة فرعون، وألقى الله عز وجل في قلب زوجة فرعون محبة أسيا بنت مزاحم، من لم يكمل من النساء إلا أربعة، خديجة بنت خويلد، أسيا بنت مزاحم، فاطمة بنت محمد، مريم ابنة عمران. فالأربعة دول هم اللي كملوا من ايه، هم اللي كملوا، لم يكمل من نساء العالمين الا اربع. اسيا دي كانت زوجة فرعون، حبت سيدنا موسى وشافته ورا دي وقالت لا خلاص ده قرة عيني اللي يسيبه ده كده، وكان كل شويه منغاظ منه فرعون، يقول لك لا انا هعمله، واداله جمره، قال لها قال لو خد الجمره ورماني بيها يبقى يعقل، قالت له طفل لا يعقل، حتى كده سبب التأتأة بتاعت سيدنا ايه، بتاعت سيدنا موسى. وكبر سيدنا موسى في قصر فرعون لحد لما كبر، وبعد ما كبر حصلت له واقعة ان واحد من بني اسرائيل اللي هو القوم بتوعه، وواحد لا الاول اخته جت قالت لهم الا ادلكم على اهل بيت ايه يكفلونا وهم لهم ناصحون، لا مش دراك ان هيكونوا لهم ناصحون، كانت كلمة صعبة، هي بتقول بالعاطفة، قالت لا احنا يعني نربيه في وسط اولادنا والكلام ده وهاتوه، فرددناه خلاص، رددناه الى امه كي تقر عينها. ولما حصل الامر دوت خلاص راحت ربى في وسط امه، وكان يرفض المراضع كلها، ده ايه من ربنا عشان يحقق الوعد لامه ان ردوه اليك، خلاص وترد الى امه رضعته وكبر في وسطهم. فلما كبر سيدنا موسى كان في واحد من بني اسرائيل والتاني من الفراعنه، بتاع بني اسرائيل واحد من الفراعنه بيضربه، فاللي من بني اسرائيل راح لقال لموسى ايه يلا انجدني، فوكذا كان موسى قوي وكان اسود البشره، كان بشرته لونه ولكن كان جميل الملامح، وكان جسمه طويل وعريض، سيدنا موسى كان قوي البني، فوكذا عملوا بس كده يعني خبطه كده بسيطه وكذا موسى فقضى عليه فمات. فخايف بقى، خايف بقى كده، جه تاني يوم واحد تاني بيستنجده كان عايز، قال له انت هتقتل واحد النهارده واحد بكره، فجه واحد من القوم قال له يا موسى ان القوم ياتمرون بك اخرج، فخرج. وهو خرج راح عند بئر مدين وماء مدين، فلقى امراتان بيسقوا واخدين جنب كده مستنين الرجاله وهم بيملوا الميه من البير لحد ما يخلصوا ويعملوا، فقال ما خطبكما، انتوا ايه المصيبه طالعين ليه، خطب دي يعني حاجه فيها كارثه كده، ما خطبكم طالعين ليه، ما فيش حريم بيطلع خلوا بالكم، ما خطبكما، قالوا يعني احنا لا نص حتى يصدر الرعاء مش هنسقي حتى يزو، ابونا شيخ كبير، قالوا ابونا راجل كبير، فسقى لهما ثم تولى الى ظل، وقال بقى ايه يلي عايز يتجوز يلي متاخر عليه زواج نساء او بناء او رجال او شباب يعني ماشي شباب، رب اني لما انزلت الي من خير فقير، خلاص فجاءته ايه، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، جت لحد ان ابي يدعوك هيديك اجر ما سقيت لنا، واتفق مع ابوهم ان احنا لك 8 حجج، قالوا لا لك 10 سنين، وخد وزوجوا بنته، وزوجوا بنته واشتغل معاه وقعد، وهو راجع شاف بقى ايه، شاف نار داخل الوادي المقدس، اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس ايه طوى، دخل وربنا بلغه، روح بلغ، قال له اخاف ان يقتلوهم ولهم علي ذنب، فابعث معي هارون اخي اشدد به ازري واشكه في امري هو افصح مني لسانا، شوف بقى كده، وراح قال له ما تخافش اني معكم اسمع وارى، وراح لفرعون يدعوه، وبعد لما راح لفرعون رفض طبعا، وبعدين جت ايه الايه، الايه بتاعت الثعبان القى عصاه وكلهم بيلقوا كده، جابوا السحره كلهم ويوم الزينه، وبعدين هو سيدنا موسى رمى العصا بتاعته زي ما ربنا قال له، كان له ايتين ايده تطلع بيضاء
منوره والعصايه بتاعت اللي هي ايه تتحول ثعبان. ف الثعبان اترمى كل الايه الثعابين بتاعه الصحراء فخروا ساجدين. سجدت له وامنت من قبل ان اذن. الله الله خلاص وضير خلاص انتهينا. احنا مش خايفين منك، احنا شفنا خلاص، احنا عارفين اللي احنا بنعمله دوت خداع للبصر، لكن الحيه دي والثعبان ده حقيقي. فامنوا كلهم وذبحهم فرعون. وابتدى بعد كده المرحلة بتاعت ان سيدنا موسى ياخد بني اسرائيل ويطلع بيهم البحر، وانفلق البحر بيهم الحمد لله، وعدى سيدنا موسى وبني اسرائيل، وبقي مين؟ بقي فرعون وجنوده وغرقوا في البحر. وكانت ديت وربنا بعد كده طلعوا غريق من البحر ببدنه، وموجود دلوقتي في المتحف المصري، وقال ان هو رمسيس الثاني. او ليه؟ لانها تكون آية ان لحد دلوقتي بدنك ايه؟ بدنك موجود. كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ كل ده عشان ربنا يعلمنا. وانا لما بحكي القصه ديت يا جماعه للاولاد بطلع منها بحاجتين، يعني ايه كلام الله وفايده كلامنا مع ربنا. طب هم انبياء اتكلموا مع ربنا، احنا ينفع نتكلم مع ربنا؟ ينفع نتكلم مع ربنا في الصلاه، بنتكلم مع ربنا القران، الله عز وجل يتحدث الينا في الصلاه، في الدعاء، في كل وقت وحين. الارض جعلت لك مسجدا وطهورا عشان تصلي وتسجد وتدعي، وفي اي وقت. ليس بيننا وبين الله لا حائل، ولا بيننا وبين الله كهنوت، ولا بيننا وبين الله حد يبقى شفيع. لا لا لا، ادعوا، ادعوني استجب، ما فيش وسيط. الدعاء ما سالوه على الدعاء ربنا قال قال قريب، فادعوني استجب. كل سؤال يسالونك يسالونك، هاتوا كده سوره البقره، يسالونك قل، يسالونك قل، يسالونك على المحيط قل هو اذى، يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم، يسالونك عن الشهر الحرام والقتال فيه، كل يسالونك قل يا محمد، ما عدا الدعاء. ما فيش بينك وما بين الله حائل، وده المعنى اللي نعلمه لاولادنا في السن ده، ادعي. ما فيش حائل بينك وما بين ربنا، وتبقى كليم او ماله. ربنا يكلمك، احنا نكلم ربنا وربنا يوحى اليك. بتلاقي في قلبك كده ساعات الاستخاره دي ايه؟ هي الاستخاره ديت ايه؟ غير انها ان انا بسال الله سبحانه وتعالى وقلبي يرتاح. مين اللي يريح قلبك؟ ما هو ده نوع من الاتصال بالله سبحانه وتعالى.